اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. استاذ جمعه المخرج جه دلوقتي يعني قال لي انت الراي اللي قلته بتاع الفلوس والجامعه دوت عايز اعاده نظر. دي موضوع كبير عايزين نتكلم فيه بالتفصيل، لانه الفلوس تعلم كويس بس نبقى ضامنين ان الفلوس بتتحط في مكان كويس. ولذلك عندك انت جامعات في مصر كتيره جدا، لكن في جامعات معينه الناس اللي عندهم فلوس ربنا يرزقهم ويديهم بيروحوها. ليه؟ لانها بتعلم صح. فلما نظبط القوانين ونبقى ضامنين ان الجامعه ما فيهاش الشيء العجيب الفاسد ده اللي ناخده من سنه 2005، واحد بقى له 10 سنين واخد ثانويه عامه ويخش يبقى صيدلي، يعني 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 هيبدا يعني ازاي دي؟ ما اعرفهاش. لما نبقى ننظم القوانين ونبقى ضامنين ان المسائل شفافه وحقيقيه، هنا الموضوع يختلف. انما طول ما احنا في الفساد اللي احنا فيه ده وفي العك اللي احنا فيه ده وفي اللخبطه اللي احنا فيها دي، نحافظ على الفكره الاساسيه ان اللي يتعلم هو الولد المتفوق كويس، يتعلم تعليم كويس كبير. الجامعات الكبيره ديت بتاخد بعنايه. فده موضوع يعني انا بناء على يعني نصيحه الاستاذ جمعه نناقشه، نشوف ايه الوسائل، لان التعليم ده لازم كل انظمته فيها مشاكل للصبح. فان شاء الله يبقى من ضمن القضايا اللي نناقشها في الفتره القادمه. رامي سمير ضحيه الاهمال والاستهتار بحياه الاخرين، نشوف ايه الحكايه. من اسبوعين كنت في احدى الكومباوندات في عين السخنه، قاعد على البحر، بصيت لقيت عربيه غرزه في الرمله، فنزلت له قلت له هات الدواسه. حفرت يعني الحفره بتاعت الكاوتش، اديته ظهري قلت له دوس يطلع انت خلاص العربيه ممكن تطلع بيها. اديته ظهري ومشيت رايح على عربيتي عشان اركبها. هو فقد داس بنزين، طلع داس خبط فيا، راح خبط في مراتي، راح خبط في عربيتي في الباب اللي جنبه وكسر الازاز ومشي. اترميت على الارض عمال بطلع فراغاوي، مش فاقد الوعي تماما، مش حاسس بنفسي نهائي. مراتي بتصوت مش عارفه تعمل ايه، واخداني في عربيتي وطلعنا على الطريق في اول طريق عين السخنه عند نقطه الجيش، بحيث ان حد يعمل اي سبورت، ندور عربيه اسعاف، حد ينجدنا. ركننا العربيه، مراتي كانت شغاله في وزاره الطيران، فطلعت الكارنيه بتاعها. عربيه اسعاف خدتني، طلعنا على مستشفى السويس العام. انا كنت واخد 8 غرز، مفروض ان انا في فتحه في ظهري من ورا، فدخلوني. اول ما دخلت 8 غرز بالظبط كده مطلعين ابره وخيط. مراتي صوتت طبعا، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فين الاجهزه؟ فين الحاجات التعقيم؟ فين الكلام ده كله؟ طبعا بطرق جانبيه عشان يبقى في اي حد يساعد او اي حد يراعي زياده او اي حد يعني يركز معانا. عملنا الطرق دي لغايه لما طلعوا فعلا الخيط التجميل، وخدت 8 غرز. مع الثمان غرز عملوا لي اكس راي. الاكس رايز اللي انا عملتها طلعت ان انا ما عنديش اي حاجه في ظهري، وطلع كلها ان انا كل اللي انا فيه ده كله كدمات. فنزلنا احدى المستشفيات الخاصه في مصر، قلت اعمل اشوف من الوجع ده لازم اعمل اشوف ايه الوضع تاني. عملوا لي فعلا رنين مغناطيسي وعملوا لي اشعاعات وعملوا لي اللازم، اكتشفوا ان انا عندي ده. خلص التقرير؟ طيب، هو بيظبطوا فيه مشكله فنيه حصلت في تقرير الاستاذ رامي؟ يعني هنكمل التقرير ولا هنظبطه؟ على فكره هم قالوا لي ان الفنانه كوثر العسال توفت، انا ما كنتش اعرف الحقيقه، يعني ما كنتش اعرف من سنه 13 في سبتمبر 13 عليها رحمه الله، يعني كانت فنانه جميله. طيب يعني انا كنت بعزيها بس ما اعرفش انها هي كمان رحلت، فبس هم زمايلي صلحوا لي المعلومه ان انا قلتها. للي ما كانش سمع، هي زوجة الفنان الراحل محمد وفيق. طيب نرجع لدرامي. عملوا لي اللازم، اكتشفوا ان انا عندي كسر في العمود الفقري،
من الفقرة الثانية للفقرة الرابعة، وأدى إلى شلل جزئي لأنه أثر على النخاع الشوكي. أدى إلى لازم أخش عمليات على طول في يوميها. دخلت أوضة العمليات، حطوا لي شريحتين 8 مسامير. بعد العملية بثلاث أربع أيام اكتشفت أن المتسبب بالحادثة جه مع مدير أمن القرية اللي أنا كنت قاعد فيها في عين السخنة، سايب ديبوزيت 10,000 جنيه في الخزنة تحت في المستشفى واختفى. واللي اكتشفته بعد كده ان هو ذو سلطة. فابتديت امشي في الاجراءات القانونية، امشي في المحاضر، امشي في الـ في الـ في, الـ في الخطوات اللي هي قانونية عشان يجي لي تاني الراجل ده ويحس بغلطه. الرسالة اللي انا عايز اوصلها او انا طالع اتكلم، احنا ما بنحسش بالناس الغلابة، ما بنحسش بقد ايه هم بيعانوا. المستشفيات بتاعتنا لو انت ما عندكش فلوس، ما عندكش واسطة، ما عندكش حد يساعدك، بتترمي على الجنب، ما حدش بيسأل فيك، ما حدش بيحس فيك. احنا بني ادمين، لو احنا حيوانات كان هيحسوا بينا. يعني هو رامي، انا عارف القصه، هو الحقيقه الاستاذ رامي يعني حكاها باختصار وحكاها باسف نفس الوقت. والاخ اللي ضربه ده يعني الامر يخص وزاره الداخليه، فنرجو من الاخ اللي ضربه دوت انه يعيد تفكير مره اخرى حتى يذهب للتصالح مع الرجل، يعني لارضائه باي شكل، لان كده ما ينفعش. مش يعني المركز يعني ممكن يحميك، لكن الحقيقة هتفضل تأذيك. وبعدين احنا مش هنعتمد على الضمير والحاجات دي، قلنا الحاجات دي ما تنفعش. هذا التقرير اهداء لوزارة الداخلية، اذا كان يعنيها امر احد رجالها تصرف هذا التصرف، اذا كان يعنيها هذا الامر فنحن نشكرها جدا. و عندنا المعلومات عند الأستاذ رامي كاملة، ما رضناش نقولها ونقول تفاصيل لأن الأمر لسه حكاية. هو رامي بيحكي حكاية وممكن الطرف الثاني يكون عنده حكاية أخرى، ولكن الحقوق واجبة ملزمة. اللي بيقوله رامي ده عن العلاج والحكاية دي طبعا قلنا كتير، يعني قلنا كتير ومشاكل كتير. هو يعني قدر يساعد نفسه ودخل مستشفى خاصة، لو واحد تاني بقى كان اترمى في أي حتة وانتوا عارفين اللي كان ممكن يحصل. هذا التقرير اهداء مرة تانية للسادة الاعزاء في وزارة الداخلية، اذا كان يعنيهم امر احد رجالهم معتمدا بقى على سلطته بقى على كذا على كذا، اظن ان هذا العهد بات مرفوضا ليس منا فقط ولكن من كل الناس ومن المسؤولين، او هكذا هم يقولون. يعني هكذا هم يقولون ان العهد ده خلص، عهد الفتوانة بسلطة ما اتمنى ان يكون قد انتهى، وهعرف انه بدأ ينتهي لو الداخلية اهتمت بهذا التقرير.